المجتمعات الفاجرة حين تدور الدائرة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمن أي غافر، بسم الله الرحمن الرحيم: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا قوم من صالح من الصالحين عبر التاريخ، ربما في عصر سيدنا موسى عليه السلام، ويخاطب قوم فرعون يقول لهم: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم شديد وعسير وثقيل وفيه التغابن الكبير. يقول: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، اليوم تبرزون إلى الله وكل جماعة تنادي جماعة أخرى أن أغيثونا، أننا نتبرأ منكم، هل من معين، هل من ناصر؟ ولا ناصر يومئذ إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. عاد أنبأهم بالدائرة حين تدور في يوم القيامة: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني الناس كل في الغوط، الناس كلها أشكون يجي مش يعاوني. وقتها الذين استضعفوا يتنكرون الذين استكبروا ويطالبون بأن يعاقبوا ضعفين، وقد نسوا أنهم كلهم مشتركون بالعذاب المقيم والعياذ بالله. كل واحد يتم في الله يقول له: أنت تبعتك أنت، لأن كنت تقوي وأنا تبع بيك. لا أقول شكون قال تبعني، أنا فرضت عليك، أنت حر، أنا أقول لك ما عايشت معايا أنت. بحيث التنادي ذاك لا فائدة منه ولا طائل. ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يخوضوا بخوض لا فرارة من العذاب، أي مش يغني من جوع ولا يسمن أبدا، يعني اقتنى لك باطل، يعني عقيم لا خير بعده. اقتنى لك توليوم تنادي شكون يقرضك مال وشكون يدافع عنك في مقام من المقامات، اليوم ممكن توجد، أما يوم التناد لا. كل واحد يقول لك: نفسي نفسي، الخلاص لي ولا أبالي بالغير. ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين. هكا التولي اللي قلنا عليه البارح، هنا تولي وإدبار. التولي وإدبار وقت ما نام فماش خزي، يوصل لدرجة قد درجة التولي مع الإدبار. الإنسان بعد ما كان مقدم هنا في الدنيا يتجرع على الله، يسب جلاله، يزني، يقمر، يقول لك حلال محلل، وما دابا ضربه في فلان وفلان ما يهمش. هذا يقول لك اليوم يقدم ويتجرع على المولى سبحانه وتعالى وعلى اهل الله الصالحين. ولكن يوم القيامه يكون تول وادبار والعياذ بالله. يعني انا يترك دبوره للمصيبه، ولكن المصيبه اتيه واخذته، ويقذف في الجحيم خذوه بالارجل والنواط والأقدام والعياذ بالله، والخوف سواء الجحيم والعياذ بالله. ويقولوا: هل من مخرج؟ هل من خروج؟ هل من يا مالك يقضي علينا ربك؟ يعني تجيش الموت تقضي علينا، فماش موت وقتها، لا موت، نحر الموت بالنسبة لأهل الجنة وبالنسبة لأهل الجحيم، نحر الموت على شكل كبش أملح سمح، إن ربنا سبحانه وتعالى يجي الكبش هذاك ويأمر بنحره ويقول لهم: ها اليوم من نحرت الموت فلا موت بعد اليوم، إما نعيم مقيم. والإنسان ينظر لوجه الله سبحانه وتعالى الصبوح، أجمل ما ثم في الوجود ووجه المولى، وإلا يكون معها الظالمين في الجحيم والعياذ بالله. ولهذا يوم تولون مدبرين فأين تذهبون، إن هو لذكر العالمين. أين المفر؟ لا مفر، أي سماء ستقلك وتظلك، أي ما فما حد شيء بما كرم. اليوم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهمت؟ أنا الشفيع، أين الشافعون؟ وأين 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 المدافعون؟ وأين اللي مش يكون مش يقف وجه ربه يقول: أنا مش أدافع على فلان؟ حتى تدافع على نفسك، حتى تنجيها، أنت أغرقتها، مش تطلب النجاة لغيرك؟ هذا من المحال، لا يقبل عقل سليم. هكا اليوم هذاك كل انسان يقول لك: نفسي نفسي.
ولهذا يوم تولون مدبرين، يعني النهاية هذه الإنسان يتخيل الفاجعة، الواقع واقع ما يتحملهاش إنسان عاقل. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، لا مانع لكم من الله، ما لكم من الله من عاصم، لأن رب سبحانه وتعالى وقت مباشرة وأشرقت الأرض بنور ربها، فهمت، والسماوات مطويات يمينا، وقتها الناس كل تعرف اللي لا رب إلا الله، لا إله إلا الله، وقت نقول كنا ندعو لا شيء، كنا ندعو شيء غير موجود، وبالحقيقة أنت الرب الذي يجب ندعوه. اليوم وقتها يستعرف بذلك، أما في الدنيا هذه لا اعتراف بالرب وبقوانين الرب. ولهذا يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، الناس كل من إنس والجن الكل يعرفوا اللي وقتها ما ثماش حاكم غير ربي سبحانه وتعالى، ولهذا ما يلوجوا كان ثماش عاصم من الله، لا عاصم من الله، عارفين اللي الحكم المطلق أصبح جليا لله سبحانه وتعالى، ما عادش في شك، ما عادش يحتمل الشك. اليوم ربي أراد يعني فما هذه دار اختبار، لابد من بعض أشياء فيها غيب، فيها تغطية، سلطان ربي ما يتشافش بكله، وجود ربي ما يتشافش بكله إلا للناس اللي عندهم بصيرة، بحيث هو خطر دار اختبار. هنا كل إنسان يجب ينكر اللي يحب، أما غادي يكون شيء واضح، لا إنكار ولا استخفاف. يوم تولون مدبرين ما لكم نافية، ما لكم يا أيها الثقلان أي الإنس والجن، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا قوم، هذا خاطب فيهم، إذا كان ربي كتب لكم الضلالة فلا هادي لكم، ولهذا خذوا مني هذه النصيحة، كانوا يقصد هذا، خذوا مني النصيحة ما دام هناك سبيل إلى الأخذ بها، هذا لا نصيحة بعد اليوم، اليوم فقط النصيحة، وغدا سيكون العرض على الله ويكون الحساب، ونعم ربنا سريع حساب شديد عقاب، ولو رحمت وسعت كل شيء، ولكن لا يظلم ربك أحدا، فيش فايدة. ولهذا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. كذلك في نفس السورة فستذكرون شو ما عدك لمرض ما قدش عزيز، قدش منال نبيل، قدش منال ما تشبعش فيه منه الأنفس، فستذكرون، شوف الدعوة قدش لينا، شو قدش فيها حرص على السلامة وعلى الفوز بالنعيم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض، شو الأدب مع الله، وأفوض أمري إلى الله، أنا ما إلي إلا نذير بشير، لست عليكم بمهيمن أو بمسيطر، ولا يهمني إن ضللتم شيئا، أعمل ما شئتم وأنا عامل ما أمرت به. فستذكرون ما أقول لكم يوم القيامة، يوم العرض الرحمة على الرحمن المتعال، يومها ستتذكرون ما قلته اليوم لكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أنا إذا كان عندي شيء طمع فيه ونعم على أساسه وعلى ضوئه هو أمر ربي سبحانه وتعالى، أفوض أمري إلى أمر الله، بحيث لا أمر إلا أمر ربي، ولهذا أنتهي عند نواهيه وأمضي في أوامره، انتهى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذا اسم الأسماء الحسنى، بصير صيغة مبالغة في الإبصار والاستبصار والاستبطان الأشياء، يعلم الله السر وأخفى. ولهذا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. العباد مش البشر برك، مش الجن برك، كل ما هو فيه روح عبد الله سبحانه وتعالى، ولا حتى اللي ما فيهش روح كلهم تحت سلطانه، هذيك اش معنى العبودية، والتسبيح نتيجة العبودية، ونعرف احنا كل شيء سبع المولى سبحانه وتعالى، حتى الكافر كل جزء فيه من الكترون ولا نوترينو الكل يسبح، رغم ان فيه وهو لا يعلم.
لأن التسبيح تابع للعبودية، لأنك بصفتك مخلوق كافر ولا فاجر ولا مطيع ومؤمن، ما يهمش المفيد، فما تسبيح ثابت في أجزائك صغرت أو كبرت، مفيش حتى شك. ولهذا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هنا كلمة حاق كما قلنا البارح، فقذف في قلوبهم الرعب، وحاق هنا أي أحاط وضغط ومحق، والعياذ بالله. ولهذا وقت قالوا فستذكرون بكل أدب وبكل منا قوة إيمان، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، كل أدب مع الله وثقة فيه، شو مثل الكلام، فوقاه جزاء ربي سبحانه وتعالى، جزاءك الاستقامة والنقاوة لك، فوقاه والصمود في وجه الإغراء والكفر، فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي ما أبطنوا ودبروا للاغتيال أو لاتهامه أو لأي شيء أو لسجنه كالإنسان الصالح عليه. فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني ربي قال سيئات، يعني كل خبيث استنبطوه ووضعوه وخططوه كله ربي سبحانه وتعالى وقاه منه. شوفوا ربي سبحانه وتعالى ايش، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف يجيهم ولا حزن، مفيش فايده، يعني ما ثماش اذا كان يجيهم شيء يجيهم حاجه، يقول ربي سبحانه وتعالى حاجه بسيطه، انا اذن حاجه خفيفه، مش كلي قد الضربه الماكنه مكانه وخبيثه هي اختيت الكافر مع الكفار. اما كل سيئه عملوها لك وكل تخطيط خططوه لك حتى يكون الموت شهاده لك وهم مطالبون بدمك يوم القيامه، حتى هذا المكر لك مردود عليه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فهمت؟ ويقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهذه الحاقه دي موجوده ياسر في القران دائما، ثمود عاد اللي تحبوا انتم، قوم سيدنا نوح عليه السلام، قوم سيدنا كل سيدنا صالح الكل، ثمود يعني وقت اللي بلغوا لاوج نتاع الكفر كما نحروا الناقه، يجي الفاجر فيهم ويقوم يضربها كون من يحب يحارب ربي سبحانه وتعالى لان هي ناقه ربي وشاركته في المأمى بتاع البئر يوم ليها ويوم ليهم، برضهم قالوا ربي زون حقهم، فحاق بهم العذاب وما كانوا به يستهزئون. تتكرر عدة مرات في القرآن، ولهذا كل مسلم يعرف قدره وما يتحداش ربه وما يتعداش حدود ربي سبحانه وتعالى، تلك حدود الله فلا تقربوها، انتهى. ولهذا ما يزمش باش نوصل روحنا لموصلوا روحهم ليه هالشعوب ليه. فوقعوا الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وتصوروا ببالكم واحد ربي سبحان الله تجي مصيبة مثلا سيارة تدمو من الماء ولا كوسر ولا حريقة ولا أي شيء ولا خبر خايب ياسر، علاه يكون يفتح عمره كان مدرق حاجة خايبة ياسر، اختير ياسر كان مدمر بها المجتمع، صح صعيب في الوقت يكشف أمره، تصوروا الصخرة يكافط عليه، تصوروا هذا في حياة الناس، تو تعرفوا إيش معناه الإسلام حين نحتمي به وناخذوه حسن حسن، نحن نسلم من كل أذى بإذن الله، ومعناش مباغتات ومعناش منا أكل شيء يجينا مفاجأة غير سارة، هذا ما يكونش للمسلمين، لأنه يعني عرفوا قدر نفسهم وعرفوا حدود ربي وعرفوا مقام ربي سبحانه وتعالى قبل كل شيء. يهديكم لازم ناخذوا ذكرى وعبرة من القرآن، كل شيء فيه والحمد لله. مش كل شيء يعني تفصيل كيفاش نخدم التلفزيون كيفاش نخدم السيارة، لا هذا ربي ما يعبثش معنا، ما يعبث مع حتى حد. أما القانون الأساسي نتاع حياة كريمة موجود في القرآن. قدر إذا كان كل شيء مش تعرف القرآن كل صغيرة وكل كبيرة من حياة الناس، القرآن حتى ما عاد يجي يقرأه وتمضي عقود وقرون وآلاف السنين، وحتى شخص لو يدوم ألف سنة أو مليون أو بليون سنة ما يجي يقرأ القرآن الكل بقدر مفصل ياسر. وكلام ربي جاء باش يكون ميسر، أنا قد يسرنا القرآن الذكر فهل من المدكر ميسر، ولكن فيه كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود فيه. وحتى حد ما يجي يغير كلام ربي، بعد اذا كان واحد منكم تحط نفسه وتقول لك كلام ربي ممكن يتغير، ولهذا ما عادش صالح
معه ما لهوش به، هذا راه باطل وراه ولي تحت سلطان ابليس، ولا تلومن على نفسك. ولهذا القران والسنه عز اداه نخدموا بها سعاده. اللي يحب يبني سعاده عليه ياخذ صيح مع عند ربه ومع عند سيده اللهم صل وسلم عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على حبيبنا محمد المصطفى النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا؟ قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وقال الذي امن، وهو قبطي ومؤمن يكتم ايمانه، وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يذل الله فما له من هاد. قلنا هذا القبطي المؤمن الذي كان يكتم إيمانه في عصر سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عليهم السلام، خاطب قومه أي القبطيين اللي هم من آل فرعون، قال يا قومي لكم الملك اليوم. اليوم عندكم الملك، ولكن موش دائم، كل شيء غير دائم إلا وجه ربي سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي جبارين متسلطين في الأرض، لكم السطوة ولكم وجوههم على الشعوب. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إذا كان أهل توا عنا السطوة على الشعوب، هل لنا القوة لكي نجابها سلطان الله وسطوته وعذابه؟ فمن ينصرنا من بأس الله؟ إذا كان احنا أقوى الناس، أقوى الناس، أشكون مش ينصرنا من بأس الله، من عذاب الله؟ بما احنا أقوى، ما حد مش ينصرنا، بحيث احنا ننصره احنا بس بالتقوى، بالرجوع إلى الله، بحيث نطرح الاستعلاء والاستكبار على الله سبحانه وتعالى، ونقول ربنا احنا اذلا لك، احنا عباد لك مخلصين، هذا تقلم، هذا ليش دعاهم. اذا كان احنا عندنا سلطه على الشعوب، نعرف لما يجي عذاب ربي شكون مش يردوا علينا، بما نحن الاقوى، ولكن العذاب بما هو جاي لينا احنا، ما لازم نردوه الا بالتقوى. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، اي مسيطرين جبارين مستعمرين الشعوب. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون، تيجات الخلق الذي بتاع المؤمن، يعني يتحدث بالعقيدة ويتحدث بالمنطق بالحكمة، هنا فاق فرعون بالخطر. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. بتفكروش، عطوا الأدمغة متاعكم، لا تفكير. اليوم أنتم عباد لي، متابعين لي، انا اللي راح صلح فهو صالح. بحيث السؤال هذا، فمن ينصرنا من وننجينا من عذاب الله ومن بأس الله ان جاءنا، هذا لا يطرح، ما هوش داخل بحسابنا. الحساب اللي ما اريكم الا ما ارى، وذاك علاش قوم اتبعوه فكانوا من الخاسرين، فهمتني، اتبعوه ما كانش من الفائزين. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. وهذا ديدا وعادة كل إنسان متجبر مغرور بنفسه، يتسمى ميغالومان بالفرنسية في علم النفس. ميغالومان أي يشعر بالعظمة، يشعر باللي ما فهمش كيف هو الرب، هو فوق الكل. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
ولكن هو أضل قومه وما فطن لذلك وما شعر وما فاز وهم فاتبعوا فكانوا من الضالين الخاسرين والعياذ بالله. عدة آيات موجودة في القرآن تنبئنا عن الغطرسة فرعون كيفاش نوم قوم فاتبعوا فكانوا من الخاسرين. عاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن الاستئناف الحديث معطوف على يا قومي معطوف كذلك. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي سيدنا موسى عليه السلام أن يقول ربي الله كما قال سيدنا أبو بكر الصديق وقت الكفار قريش كفار قريش حبوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزني قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. نفس المقام دفاع مؤمن على سيدنا موسى عليه السلام ودفاع الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الموقف. يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات أي بالعلامات الواضحة على توحيد ربي سبحانه وتعالى وعلى ألوهيته. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات ممن؟ من ربكم. ربكم الحقاني هو الله. وإن يكون كاذبا لنفرض جدلا لنسلم ملا حسب قولكم أنتم. وإن يكون كاذبا كما تقولون أنتم فعليه كذبه هو مش يضرب الكذب سيحاسب عليه. وإن يكون صادقا ما نأخذ هذا وين أنتم بخذيتوا الكذب برك خذوا صدق. وإن يكون صادقا يسبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. في سورة يكون صادق يسبكم بعض الذي يعيدكم به وربي لا يهدي كل إنسان مسرف أي متعدي حد ربي ومبالغ بالكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسل عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قومي يعني هذه اللي حدثنا فيها يوم الأحد. وقال الذي آمن يا قومي إن يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. والأحزاب وردت في القرآن بقصد جماعات تحزبوا وتعاهدوا على حرب الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقال الذي آمن يا قومي إن يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أي كلما التقت فرق مضادة ومتصدية للإيمان إلا ويخزيها ربي في لحظة معينة سطرها الله وقدرها في الأزل. عدو يوعيهم ويذكرهم بذلك لابد لكل متغطرس كبوة وسقطة لابد من مصيبة لكل منا موجة كفر لابد أن تخذل يوم من الأيام. ولهذا وقال الذي آمن يا قومي إن يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وهو يوم بئيس وهو يوم نحيس تعيس نحس والعياذ بالله. وقال الذي آمن يا قومي إن يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قومي واضح هذا الكل قال مخاف لا يوقع لكم كما وقع القوم نوح وهود وكل وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد أي هنا ينفي الظلم عن المولى سبحانه وتعالى لأنه الذي حدث من فواجع ومن صيحات ومن زلزلات وقع في مقتضى كفر الناس. الله لا يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قومي دائما حريص على سلامة قوم والقبط يا المؤمن هذا الذي كان يكتم إيمانه قبل الحد هذه. ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد يوم الحد تحدثنا في هذا قلنا يوم التناد هو ناس نادي ناس باش يدافع عليهم باش يأخذوا مكانهم في الحساب لا شيء من ذلك. ثم تفسير آخر
ورد في الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى يجي أهل الإيمان فين يخذوا أماكنهم المباركة في جنان الخلد، يطلعوا على أهل الجحيم الذين كانوا معاصرين لهم، يقولونهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ احنا قيل لي قلنا رب الجنات الخلد بالنعيم والأنهار من لبن مصفى ومن ماء غير آسن ومن عسل ومن غيره والحور العين والغلمان اللي يدوروا حولنا يشربونه والأرائك والحرير والديباج وغيره قيل عن ربي سبحانه وتعالى، وقيل لك الخمر الذي لا غول فيها ولا ينزف عنها الشاربون أي ما تقطعش عنهم، دائما يشربوا دائما طالبين من لذة الملذة، وثم ربي يطلع عليهم بكرة وأصيلا يقرئهم القرآن ويسلم عليهم، وفعل خير الكل قالوا قنا هل أنتم لقيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم الموعود في الجحيم؟ يقول وجدنا ذلك ولك يوم التناد، أي جماعة تنادي جماعة، جماعة قوم انظروا نقتبس من نوركم، هذا جماعة جهنم يقولوا لأهل الجنة انظروا نقتبس من نوركم ونقولوا ربنا يعطينا شوية من اللي اعطاكم الماء كان بلوا بها ريقنا ولا جلدتنا ولا حاجة بك، ونقول لهم احنا قلنا لقعطنا اللي وعدنا به رب وجدناه حق، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يقولوا بلى وجدنا، ويقول العياذ بالله الجواب هذا ما اخبصت منه، لانه الانسان كيف يكون في تعاسة يقول انا في تعاسة بعد ما يسألوه يقولوا كيف حالك؟ يقول انا في الضنك الشديد والعياذ بالله، كانوا ماذا بيه ما كانش السؤال هذا وما كانش الجواب هذا. ولهذا وقت قال هذا المؤمن هذا القبطي قالها بقصد عميق، بقصد ما ينفض القلوب، ويا قومي اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم اللي مش تتبرى مني وتبرى منك، ويوم اللي انا مش تكون مقامي في بقعة وتكون مقامك في عكسك البقعة ديك، ولهذا لا فايدة يا ناس، الفصل لابد منه ولا بد الجنة تاخذ ملئها والجهنم تاخذ ملئها، ولا فايدة باش نقولوا مثلا مجهن، ولا فايدة باش نقولوا مش يشفع لي فلان وفلان، ما يشفع لك حتى حد، العمل متاعك يرضي رب العالمين فيشفع الله لك ويشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصالحين، ما تعرفش كل شفاعة، بحيث لابد من إرضاء الله ابتداء لتكون الشفاعة انتهاء، ولا جدال في ذلك ولا اختيار، لأن رب سبحانه وتعالى قنن قوانين وجعل سنة سرمدية لا غير فيها ولا تبديل، لا فائدة من يجي إنسان من عبد مخلوق قاصر الفهم وقاصر الادراك وقاصر منا ومحدود في الخلق نتاعه في الزمان والمكان باش يجي يقول هذا باطل وما اقول وانا حق كما قال فرعون. اعاذ الله واياكم من كل شرور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المصطفى النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يذلل الله فما له من هاد، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زوين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي الدار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقع الله السيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. وقال الذي آمن يا قوم يخافوا عليكم مثل يوم الأحزاب. تحدثنا فيه الأحزاب من هم؟ هم جمع من الكفرة تحزبوا واجتمعوا على القضاء على دعوة النور. وقال الذي آمن يا قوم، شو من ينتسب إليهم من تعطفا وتحببا وفي رقل مقربهم باش يجيوا الكلام باش ينجيوا روحهم. ما قالوش أنتم في شك وأنا بشك، بل رغم كفره قال يا قوم، وهذه موجودة عند الأنبياء خاصة الإنسان صالح. الأنبياء هو كذلك ربنا سبحانه وتعالى أخا عاد أخا هود أخا كذا أخا كذا سيدنا صالح أخا ثمود وهكذا وأخا دائما فما أخا. يعني الأخوة في العبودية لله، الأخوة في الإنسانية، الأخوة في البشرية، ومع ذلك صف الكفر لا يعترف بالأخوة. وهنا القومية يا قومي يعني هم قلنا أقباط مصر من أتباع فرعون. قالوا وقال الذي آمن يا قوم، ثم ناس استحباب واستلطاف، ومع ذلك ما نجحش معهم العياذ بالله، لأن قلبهم قاسية أكثر من الحجر. وتعرفوا أن من الحجر ما يتفجر منه الماء وما C'est épouvantable ce qui se passe. Allez voir votre adversaire, vous imaginez, qui peut vous appeler.